ورث سليمان شيء وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن لو سمحتي افتح الباب بالله ابغى اروح افتح الباب ليش قفلتي الباب ها يلا انا افتح اروح يلا افتحي شاطره الله يسعدها مويه غلقت ايش ميه باح يا الله يلا إلى اللقاء الله الليلة المجاز 300 في 300 والله الليلة خلاص الليلة ما دارين إلا الجنة الليلة الله الجو غيم الله الليلة ايش عندك اليوم؟ عندنا السحب حق اليوم الرابع ايوه يلا بسم الله توكلنا على الله شكرا على الاهداء طيب هذه التعليقات ذا الحين صح؟ شوف هيا كثرة التعليقات حلو؟ يلا بنختار ذا الحين واحد جاء التعليق على هذا مبروك فزت ببطاقة نظيفة اللي بعده يلا دحين الفائز الثاني يلا جاهزين بسم الله يلا هذه يلا ننزل التعليقات ويت مهاوي مبروك فزتي ببطاقة ونظيفها القمي يلا الحين المتسابق الثالث بسم الله على اخر سناب جات يلا بسم الله نبدا التعليقات جت على هذا انجليشي مبروك فزت ببطاقه ونظيفه هذا الثالث صور طيب الحين السحب الرابع دائما انا اخذه من فين من الاعلان حق المسابقه الحين هذه التعليقات حلو يلا نسوي السحب الاخير صور طيب الحين السحب الرابع دائما انا اخذه من فين من الاعلان حق المسابقه الحين هذه التعليقات حلو يلا نسوي السحب الاخير صور عليه بسم الله طع جاء على هذا طارق علي مبروك يا طارق مبروك فزت ببير عليه بسم الله ألف مبروك اللي فازوا ألف مليون مبروك
واللي ما فازوا هرده لكم، باقي معنا الى يوم 20 رمضان ان شاء الله كل يوم اربع بطايق. بكره السحب بيكون على سبيكة ذهب وعلى ساعة أبل. الشروط زي ما هي، بكرة السحب الخرفشاني على قولتهم. الله يوفقكم إن شاء الله. هذه تقول أبغى سبيكة، إن شاء الله بكرة السحب، بكرة السحب على سبيكة ذهب إن شاء الله في رمضان. في رمضان ومسرع بعد وإكسنت ولابس قميص نوم وغترة بدون عقال يا رجال، تلقى اسمه في سمة ضعيف ذي. المهم سبيكة إن شاء الله بكرة والساعة بكرة، والله ما يتوب الاتحاد. فالدوري دقينا، آسيا فالذهاب والإياب دقينا، هذا الحين جاي نعود من فوقنا على كأس الملك. أنا بس ما يحب الله خناقة، ها؟ هاي الدنيا محطات طائرات ورحلات كثيرة، هذه الشركة شغالة في المطار. غير مهم أنت أي واحدة، غير مهم أنت أي واحدة تشتغل منها، المهم أنك تصل في الوقت المحدد. أنتك 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 دائما الله يسعدك. والله مدري وش تقولين يا ذا المخلوقة، لكن عادة يعني مجمل الكلام كثير، إن شاء الله أنه كلام قر ما فيه لخلخة ما فيه. شكرا. لا تقول عن أمي كهلة، تعالوا جوك أمي باقي صبية، سمعت ولا لا؟ والله يطول في عمرها ويسمع من كان في دار روحها. الشيء الثاني، والله قسما بالله يا وقع اليوم فطور، يا جاء فطور اليوم أنا في وجه الله، شي سمبوسة وشي شربة وشي حلا حلا، والله ما أدري وش اسمه، سيقان الدجاج ما أدري صوابع الدجاج ما أدري. المهم أقسم لكم بالله لدقيت من ذاك الفطور لي ما عاد تقدر انسم، وقفت اللقمة هنا نشبت في زوري. يا ربي لك يا ود، اليوم حسيت اني صدق مع المسلمين افطر معه، ذبحني التميس والفول ولا ذيك الشمبوسه يابسه في البيت. الله يسعدك يا ام نواف ويسمع منك ويخلي لك نواف ويرزقك بره. ذكر الله ترى دائما حلو، الواحد دائما اذا شاف شيء يعجبه قل ما شاء الله تبارك الله، لا حول يعني قول حاجه، اذكر الله، خلي لسانك ذكر الله دائما على لسانك، دقات يدق قلبك، سمعت؟ يعني ذكر الله حلو. هذه يا طويل العمر اسمها دانا، تصير بنت اختي وانا خالها والخال والد، سمعت ولا لا؟ حبابه ذا البنت، والله انها حبابه. هذه يا طويل يمشي الفقير وكل شيء ضده والناس تغلق دونه أبوابها، وتراه ممقوتا وليس بمذنب، ويرى العداوة لا يرى أسبابها، حتى الكلاب إذا رأت رجل الغنى حنت إليه وحركت أذنابها، وإذا رأت يوما فقيرا ماشيا نبحت عليه وكشرت أنيابها. بس في شيء غريب.